إلى متى؟ إلى متى وأنا حمالة الأسية؟ إلى متى وأنا المبادرة بتقديم السعادة للطرف الآخر؟ لماذا الآخرون يتفننون في تقديم الهدايا لنا بالذوق السيء؟ أنا وأنت كنا البدلاء لأشخاص قرروا الابتعاد عن حياتنا والانتقال لحياة أخرى، لأشخاص لم تكن لديهم القدرة على العيش معنا، لأن قلوبنا بيضاء والوفاء والإخلاص من أخلاقنا. رحلوا بعد التصاق قلوبنا بقلوبهم، رحلوا وتركوا لنا ذكرياتهم في أول مكان كان لقاؤنا بهم. وجدتك في حياتي ووجدتيني في حياتك، كنا مختلفتين في كل شيء، لم يكن يجمعنا سوى الجرح، جرح الأصدقاء. رأيتك بجانب شجرة كبيرة، كنت تحدقين في تاريخ قمتما بنعته، أنت والفتاة الهاربة من حياتك. لا زلت أتذكر تلك النظرة التي أشعرتني بالسعادة عندما ربطت على كتفك الأيسر، نظرت إلي وأنت تبتسمين وعيناك ممتلئتين بالدموع. كنت لك البديل، الشيء نفسه الذي كنت أحتاجه، فكنت أنت البديل لتلك التي لم تترك لي خيارا للاستمرار معها. بدأت في بناء صداقتنا وتقويتها رغم إيقاني التام بأننا في منتصف صداقتنا سنصل إلى مفترق في طريقنا، لأننا كنا بدلاء، لأن قلوبنا ممتلئة بذكريات الراحلين. كنت أعظمك عند قلبي لكي يعتقني من حبها المقيم فيه. رغم ابتعادها عني كنت دائما أجمع مذكراتي التي كنت أدونها وأنا برفقتها وأضعها في جيبي المثقوب لكي تسقط ولا أكون مبالية لها. كنت أسعى لإخراجها من ذاكرتي المكتظة بها، لكني أعود إلى غرفتي وسرعان ما تعاودني ذكرياتها، لذا لن أكمل في تصنع مشاعري، فأنا لا أستطيع أن أمنحك قلبي لأنه لم يعد ملكي.